السادة القائمين على إدارة الصرح الأكاديمي التنويني في المعهد العالي للعلوم الإدارية والتكنولوجيا، السيد الأستاذ المحاسب محمد رضوان الطيراني رئيس مجلس إدارة أكاديمية المنزلة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس محمود الطيراني أمين عام المعهد العالي للعلوم الإدارية للمنزلة، والأستاذ الدكتور ضياء العبدي وكيل المعهد العالي للعلوم الإدارية للمنزلة، والأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الصناعي في جامعة دمياط، والأستاذ الدكتور ماجد أبو النجا أستاذ الأقتصاد بالمعهد، والأستاذ الدكتور محمد حجازي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وبجامعة سليمان الدولية، وأستاذ الدكتور أسامة الصدام مدرس إدارة الأعمال بالمعهد، والدكتور محمد يوسف مدرس إدارة الأعمال بالمعهد، والدكتور محمد وهيب مدرس المحاسبة، والمهندس أحمد شريف المدرس المساعد بالمعهد، والسادة أعضاء التدريس والهيكل الإداري بالمعهد مع حفظ الألقاب والأسماء. كل اللي يهمني ده بالشكر أبنائي وبناتي الطلاب. الحياة، أنا عايز ألخص حاجة كويسة جدا، عنوان محاضرتنا النهاردة لخصها أستاذنا المحاسب محمد رضوان الطيراني عشان الوعي وعشان وجهات النظر. والتكات عناصرها الأحداث، والأحداث منها ما هو الحدث المؤكد ومنها ما هو الحدث المستحيل. ده بالفكر الإحصائي الكلاسيكي. واللي في مستحيل بالتكنيك الجديد اللي هنتكلم عليه مفيش في مستحيل، لأن لا مستحيل مع الله، كل المستحيلات ممكنة مع الله سبحانه وتعالى. فالأحداث منها ما هو المؤكد بلغة الإحصاء والاحتمالات والكلام ده، والمستحيل المؤكد حدث المؤكد منه ما هو الحدث البسيط والحدث المركب، حدث بسيط وحدث مركب. عايز أقول لأولادي إن أي سيستم أو أي نظام في الدنيا، سواء نظام في الاقتصاد، نظام في التعليم، نظام في الإدارة، نظام في التكنولوجيا، أي نظام يا شباب له حاجتين. الأساس والمكونات لأي نظام في الدنيا. إيه هو الأساس لأي نظام؟ لو أنا عايز بقى، أنا عايز رأي أولادي ورأي الشباب بتاعنا الجميل ده، إيه هو أساس النظام؟ ها؟ أنا عايز إجابة واحدة بس. إحنا قلنا كويس، هيبقى السيستم بتاعه كويس، يبقى هو الاساس هو مين؟ البني
عايشه في شغل وصالحه بمعنى الضمير، صالحه بمعنى كل القيم الانسانيه النبيله. احنا قلنا اساس المكونات، المكونات نحن نملك المكونات. انا بتكلم عن نظام تعليم، في مكونات نظام التعليم، نملك الكفاءات، نملك العقول، نملك المواد، ولكن قلنا الاساس بني ادم الانسان لن يتم بناء نظام سليم الا اذا تم تفاعل كل هذه المكونات. ده الاساس. والمكونات طبعا من تلخص الحاسب، المكونات الماديه والمكونات الرمليه والكلام ده تاني، نظام الحاسب صح كتير اللي هي قلنا اي سيستم. قبل ما اتكلم عن نتائج العلم، احنا قلنا اي سيستم في الدنيا له حاجتين، الاساس والمكونات. قلنا اساس سيستم مين او اساس النظام مين؟ المفروض كله بتقوله مين؟ اساس اي نظام في الدنيا هو الانسان او البني ادم، صح؟ اذا الانسان كويس هيبقى السيستم والنظام بيكون كويس، يبقى هو الاساس هو مين؟ البني ادم يا شباب. فاذا صلح الانسان صلح النظام، واذا فسد الانسان فسد النظام. صلح بمعنى ايه؟ صلح بمعنى شخصيته، صلح بمعنى الضمير، صلح بمعنى كل القيم الانسانيه النبيله. احنا قلنا اساس مكونات، المكونات نحن نملك المكونات. انا بتكلم عن نظام تعليم، في مكونات في نظام التعليم، نملك الكفاءات، نملك العقول، نملك المواهب، ولكن قلنا الاساس بني ادم او انسان لن يتم بناء نظام سليم الا اذا تم تفاعل كل هذه المكونات. تملك الحكمه او تنقذها الحكمه، لا نملك الحكمه الا من خلال. طب المعرفه نتاج ايه يا شباب؟ المعرفه نتاج لمعلومات. طب المعلومات دي بس، انا ممكن يكون عندي معلومات لكن مش منظمه، يبقى انا مش هوصل لحكمه صح ولا هوصل لمعرفه صح. يبقى عشان احصل على المعرفه لابد من تنظيم المعلومات. يبقى المعلومات المنظمه هتوصلني الى ايه؟ الى المعرفه. قبل المعلومات، لان عنوان المحاضره بتاعتنا قبل المعلومات، علشان تدي الظاهره موجوده في المجتمع او في الكون او في اي مكان، لابد ان انا اترجم هذه الظاهره الى بيانات، صح ولا لا؟ انا عايز ادي الظاهره في انتشار مرض، يبقى انا هروح اجيب البيانات منين؟ البيانات هجيبها منين؟ من وزاره الصحه. البيانات هجيبها منين؟ من المؤسسات، صح؟ الانسان اللي هيجيبها.
يبقى انا هبقى في حاجه الى بيانات. طب البيانات دي مين اللي بيعطيها؟ الانسان. لذلك انا بقول الانسان هو الاساس. لو انا رحت مكان والبني ادم اللي اعطاني البيانات دي مش مظبوطه، يبقى انا هشتغل برضه على السيستم، هشتغل صح لكن في مين؟ الله. دي الكلام الكلاسيكي بتاعنا. بعد ما بننظم المعلومات هنوصل ايه؟ لما قلنا بعد المعرفه، بعد ما وصلنا المعرفه هنوصل لقرارات. انا عايز بقى حكمه في اتخاذ القرار. لو سمحت. يبقى انا المشكله العنوان بتاعي، هبدا بقى في العنوان. العنوان بتاعي كان اتجاهات حديثه حول نظم المعلومات الاداريه والتكنولوجيا. انا عايز ابدا بقى معالجه جديده خالص لمشاكل البيانات والمعلومات في مجال الاداره، في مجال النظم، في مجال التكنولوجيا، في اي مجال من المجالات. هبدا بحاجه واحده. انا لما قلت البيانات لحد وقت قريب جدا بيانات، حتى الكمبيوتر، الكمبيوتر نظام السيستم بتاع الكمبيوتر كله مبني على الاصفار والوحايد، صح كده؟ يعني راجل باسمه، صح؟ لا احنا في عصر الالوان، راجل باسمه مع شيء صح؟ بلغه الرياضيات صفر وواحد، بلغه الالوان ابيض او اسود، بلغه الكلام او المنطق او ناجح وراسل، صح؟ كل ده في الصفر والواحد. الصفر والواحد هو الرابط، خليكم معايا في الحته اللي جايه، هو الرابط الخفي ما بين التكنولوجيا والواقع. لان كلنا كده بندخل جوه الكمبيوتر بنتحول لشويه اصفار وشويه وحاجات، صح؟ دي التقنيه اللي مبني عليها لغه الكمبيوتر او لغه الاله. حاجه وحيد جدا كل العلم، خليكم معايا يا شباب، لو استفدنا حاجه واحده النهارده يبقى احنا نجحنا. كل العلم مبني على الصفر الواحد لما بنسميها بلغه المنطق، اللي هي درجه اليقين. اليقين لا اما صفر لا اما واحد، لا اما ناجح لا اما راسخ. ده اليقين، درجه اسمها درجه اليقين. لكن ما اخذناش في اعتبارنا لما الاستاذ احمد الراجل بيتكلم عن الناس اللي بتدخل التواصل الاجتماعي، الناس اللي كل واحد لوحده، كل واحد تبع حاجه، كل واحد له مصلحه، وكل واحد له اصبح هنا ما فيش صفر واحد. العمليه تاني، صح؟ فلو كان الاسم مع شيخ، انا بقول هنا التقنيه الجديده او التكنيك الجديد ان كل البيانات في العلم لحد النهارده مبنيه، لحد قريب جدا مبنيه على صفر واحد. ولازم اقول لكم انا اتكلم في ركائز العلم عشان اتكلم عن حاجه جديده خالص، هتاخد كل المواد بتاعتنا في الاعتبار. العلم اي علم في الدنيا، انت بتدرس محاسبه، بتدرس اقتصاد، بتدرس كيمياء، بتدرس حاسب، اي علم في الدنيا يا شباب له اربع ركائز اساسيه. الاربع ركائز الاساسيه اول حاجه المسميات. كل علم له مسميات
عليها مسميات، بتدرس اتصال في مسميات. بعد المسلمات، بعد المسلمات الاربع ركائز هم يا جماعه، والله اللي حط الاربع ركائز دول لحد النهارده هم العرب زمان والمسلمين حطوا ركائز. العلم في كل الطب، في الهندسه، في الرياضيات، في يبقى احنا كل اي علم له مسميات وله مسلمات. مسلمات يعني ايه؟ يعني حاجة مسلم بيها، حاجة مش محتاجة إثبات، حاجة مش محتاجة دليل. كل واحد بقى في العلم بتاعه مع التطور، المسميات والمسلمات اتعمل منها النظريات. يقول لك نظرية يبقى هنا في الاقتصاد، في الإدارة، في التكنولوجيا، المسميات والمسلمات اتعمل بيها النظريه. النظريه تحتاج الى ايه؟ الى اثبات. اما المسلمه مش محتاجه اثبات. اذا اثبتت النظريه، احنا اربع ركائز اساسيه. اذا اثبتت النظريه نصل منها الى الحقائق. ده العلم الكلاسيكي خالص. ولكن لا حقيقة مطلقة في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى والمؤمن. الحقائق اللي احنا بنقولها دي بقى أنا عايز أوصل لبيانات ومعلومات اللا يقيني، مش احنا قلنا كله شغال على اليقين. صفر لا إما صفر لا إما واحد. لكن هناك نوع من البيانات والمعلومات لا يقين، لا يقين. يعني احنا لو سألنا كلنا سؤال واحد اقول لكم مثلا قول لي خطوات عمل كوبايه الشاي، خوارزميه خطوات كل واحد ممكن يقولها بطريقته. ممكن الراجل لو يبقى قايل بخطوتين، ممكن البنت تقول لك دي من اول ما يسمعوا الشاي في الهند، ومن اول ما يسمعوا الانبوبه، ومن اول ما يجيبوا الغاز، ومن اول ما يسمعوا البرامج الالمونيا. واحد تاني بلد صفحتين. هل كلكم صح؟ كلكم صح؟ لكن الكمبيوتر والتكنولوجيا عايز ايه؟ عايز اسرع حاجه، وعايز الزمن. يبقى هنا اسمها الخوارزمية. الخوارزمية اسمها مين يا شباب؟ محمد بن موسى الخوارزمي. للأسف يعتبروا بيه في أوروبا كل سنة. اللي انتوا بتفكروا في الكمبيوتر الألجوريثم. الألجوريثم احنا خدناها من الترجمة الإنجليزي، ما خدناهاش الخوارزمي من العربي. يبقى احنا خليكم معايا، انا بتكلم في كل ده. قلنا التكنيك الجديد هيجمع ما بين بيئه في يقين وبيئه في دايره. الراجل ده انا بتكلم في مشكله معينه ومجموعه قاعدين، مشكله في الاداره، مشكله في التكنولوجيا، مشكله في المجتمع. فجأة احنا كلنا بنتكلم، ليه واحد موافقين قال لي صح؟ صح ليه بقى طالب كام؟ واحد. واحد تاني قال لي لا غلط. غلط لغاية كام؟ صفر. ما هو احنا قلنا واحد وصفر. ماشي مكشوف على طول. فهنا الواحد ده اليقين، والصفر برضه يقين، ابيض واسود. واحد تاني قاعد قال انا يعني مش يعني ايه معايا؟ طيب واحد تاني جه واحنا بنتكلم في الموضوع وقال
الراي هو ما فهمش كل الملابسات بتاع الموضوع، مش ده راي راي؟ يبقى انا عندي كام راي هنا؟ كام راي؟ عندي راي واحد قال واحد تنام صفر، والتاني قال بين وبين، والرابع اتدخل معايا؟ الخامس بقى كان وقال اراء متناقضه لينا مختلفه. صح؟ العلم الكلاسيكي لحد النهارده ما بياخدش في اعتباره الا الصفر والواحد، حد قليل جدا، لكن ما خدش كل الاراء دي في العلم. اللي بياخد كل الاراء دي في الاعتبار حتى لو هي متناقضه في العلم الكلاسيكي يقول لك المتوازيات ما بتتقبلش. عندنا في التاريخ هناك من يوافق على قضيه ما، وهناك من يعارض على نفس القضيه بدرجات، وهناك موافق للموافق، وهناك معارض للمعارض، وهناك موافق للمعارض، وهناك معارض القضية يعني، وهناك من يرفع الحياد يشيك لها حاجات متناقضة بس. شباب المتناقضات دي احنا كلنا بتتقابلش، لا هتتقابل في الاتجاه دي نحو العلوم والتكنولوجيا لمشاكل البلد. دي اتكلمنا قلنا لجهه النظام الاساس والمكونات، قلنا ان الاساس هو الانسان والمحاكم والاستئناف تحت المبادئ الاساسيه البيانات والمعلومات والمعرفه. تعالوا قلنا دي في البيانات اللي هي بتعتمد على اليقين بس. طبعا بناخد كل الاراء في الاعتبار، هوصل في النهاية لدقة في اتخاذ القرار ولا لا؟ أنا باخد القرار كلها معايا، ما باخدش أنا بدوس بس، كل المتناقضات حتى باخدها معايا، يبقى أنا في النهاية أوصل لحكمة وقرار بدقة بدرجة. من المشكلة حتى الإبداع، أنا عايز نشوف دي في الكلاسيك، الحاجات الكلاسيكية عادي جدا، بيانات أو المشكلة عندي المشكلة، شايفين الشجرة؟ المشكلة معايا بنحولها لإيه؟ البيانات الثلاثة اللي كلكم عارفين، والبيانات بتعمل لها المعالجة بتكون فين؟ المعلومات بيتم تنظيمها، إذا لم تنظم معلومات مش معلومة كويسة، لابد من تنظيمها، لأن أنت ممكن تتكلم في موضوع عندك معلومات عنه، لكن ما أنتش منظمها، ما أنتش منظم هذه المعلومات، هيبقى عندك المعرفة مشوشة. من المعرفة شايفين النقاط بتاع المعرفه، عايز حد يا ريت حد يفصل لي شويه الحاجات المرسومه هنا. ده بنقول ايه اول معرفه؟ النقاط انا عندي معرفه معايا؟ طب المعرفه دي بتاع الخبره بيعمل ايه في المعرفه؟ الخبره عمل ايه؟ عمل شجره وصل بينهم، عنده خبرة معايا؟ بتاع الخبرة شوف الشبكة، عمل شبكة لكله عشان يوصل للويزدم أو الحكمة، بقى عنده حكمة ووصل كل مع بعضه، عمل شكل جميل في الآخر. ابداع، شوف منين فين؟ بداية البيانات. أنا ده لما أضيف لي دي بيانات اليقين أو النظام الكلاسيكي للبيانات،
شوف الاخر رسم ايه لان ده دي مهمه جدا لغايه ان المشكله حتى تبدع في حل انجح يقول مبنية عن الدراسه معايا الشبكه اللي قدامك دي انا ببين لك العلاقه ما بين الرياضيات والاحصاء والتكنولوجيا والاداره ودي اتكلمنا عنها شويه المشكله وصلنا للنولج او المعرفه او القرار اي جهاز في الدنيا اسمه ديجيتال صح؟ مش بيسموه رقمي؟ الديجيتال بين الرقم الديجيت والنمبر الفرق ما بين الرقم والعدد ليه ما بقولش هذا عدد؟ كمبيوتر المكيف اي جهاز الديجيتال او رقمي ساعة موبايل كله شغال على رقم لان انت زي ما اتفقنا ان لغه المكنه او لغه الاله او لغه الكمبيوتر او الجهاز هو لا يقصد من اجل ايه؟ واحد اللي هو الدوره في الكهرباء امر صح؟ ده لغه الكهرباء طيب الرياضيات تحولت زمان الى ما يسمى بالجداول المنطقيه الجدول المنطقي تحول لصمامات يعني ناس تكنولوجيا والصمامات المنطقية تحولت لدوائر منطقية الدوائر المنطقية بعد كده تحولت لدوائر كهربية بعد كده للتكنولوجيا أي جهاز عبارة عن كثير من المعادلات الرياضية في الأساس وبعد كده المعادلة الرياضية تحولت للكهرباء وللجهاز الكلام ده ننتقل بقى على هنتكلم عن مشكلة البيانات والمعلومات أنا ممكن أخلص البيانات والمعلومات قلنا التكنيك الجديد اللي هياخد اليقين واللا يقين بالاعتبار اللي هيجمع كل وجهات النظر حتى المتعارضه مع بعض حتى اللا يقين ده ناشئ من ايه؟ لا يقين ناشئ من حاجات كتير لو احنا بنتكلم في الموضوع ده ماشي ممكن اكون انا جاهل في الموضوع ومحصل رايي فكره الوعي ممكن الموضوع مشوش عندي انا جاهل في حصل رايي الموضوع مشوش عندي ضربي وهو معهود رايي واحد تاني معهود رايه ممكن في اراء متناقضه انا بقول رايي والتاني بيقول رايه وفي تناقض هنا وفي انا واقف على الحياد وده كل دي اراء لازم نحن في حاجه الى بقى ايه؟ الى علم ومنطق جديد ياخذ كل القرارات دي في الاعتبار عند تحديد ظاهره معينه في الاقتصاد في السياسه في الاجتماع ياخذ كل امر معايا في الاعتبار في هذا العلم يسمى نيوترو سوفيك نيوترو سوفيك مش اتفقنا قلنا ان فيه نعم ولا وفي واحد واقف على الحياد ونزول خد دول في الاعتبار بس نعم بدرجات ولا بدرجات ويقف على الحياد بدرجات
وممكن واحد يقول قرار تانية غير اللي احنا بنقولها. فكتفين بياخد كل وانا هديكم الكلام هديكم في امثله بسيطه مش هزهقكم منها خمس ساعات بس. انا خلاص خليكم معايا. يبقى معانا انا بنتكلم في حل مشكله مشاكل بيانات ومعلومات. هناك بيانات ومعلومات يقين، وهناك بيانات ومعلومات لا يقين. صح؟ يبقى انا فلسفي عشان اقول معناه. لو قلناه نيوتن كمقطعين صوفي او صوفي في الاول معناه فلسفه علم الحياد الواقف على حياد، هذا المعنى اللفظي. اما المعنى العلمي معنى نيوتن صوفي فلسفه العلم، فلسفه العلم او الحياد. اقول هنا نعم ولا لا؟ ما ينفع. لو قلت نعم
بالعلم الكلاسيكي صح. نعم بالعلم الكلاسيكي صح، لكن مش دقيقة، لأن الجماعة كلهم مش موافقين على 30 وموافقين على 70. يبقى أنا أقول نعم بدرجات ولا بدرجات، ولا أقول حاجات بدرجات. العلم الكلاسيكي لحد قريب ما يمكنيش أو ما يمكنش. البيانات والمعلومات والمعرفة، تعالوا كل دي في البيانات اللي هي بتعتمد على اليقين بس. طب انا لما اخد كل الاراء دي في الاعتبار اوصل في النهايه لتلقى اتخاذ القرار ولا لا؟ انا باخد الاراء كلها معايا، كل المتناقضات حتى بقولها معايا. يبقى انا في النهايه اوصل لحكمه وقرار بدقه بطبع معايا. من المشكله حتى الابداع انا عايز نشوف دي الكلاسيك والحاجات الكلاسيكيه لما البيانات، ما عشان هنتكلم بعد كده عن حاجه اسمها البيج داتا او البيانات الكبيره. ايه هو الذكاء الاصطناعي الاول؟ انت عارف كتير بس عايز الخلاصه. محدش يرد عليا ولا سؤال. ليه؟ قول يا ماما كده. هو ما بعرفش حلو؟ والحياة له درجات. كل ده بقى
لازم الكمبيوتر عايزه يتعامل مع الصفر ده. الكمبيوتر ما بيتعاملش الا مع الصفر الواحد. صح؟ هيتعامل ازاي مع البيانات دي؟ هقول له الراجل ده وراجل ده وراجل ده وراجل ده. الكمبيوتر هيديني درجات ازاي؟ لازم عملنا بقى برمجيات وخوارزميات تتعامل مع هذا النوع، وبدأنا بتطوير الجداول الإلكترونية زي الإكسل، بدأنا بتطوير برامج الإحصائية زي الإس بي إس إس، بدخل فيه كل الداتا دي عشان نطلع المعلومات الخاصة بأمير الشغل، واستخدمنا برامج كتير مع الذكاء الصناعي عشان احنا نرجع للكلام ازاي اخلي الاله تفكر زي سلوك البني ادم او الانسان. طيب انا راجل مثلا او واحد خبير في الهندسه بتاع الحاسب اللي يتعامل مع الذكاء الصناعي اللي بيطلع الهندسه، في لازم في عندي مهندس للمعرفه عشان اقدر اديها للجهاز اصير ليها، وهي حاجه اسمها نظم خبيره والكلام ده، وهي تفسير المعرفه من اساسيات الذكاء الصناعي. فانا بجيب بتاع اللغه وبتاع الفيزياء وبتاع الهندسه عشان اعمل نظام كبير عن طريق. طيب مربط الفرس هنا كله هي البيانات وهي المعلومات. معايا؟ دي فكرة مثال بسيط عن الدائرة الكهربية والمنطقية عن طريق الرياضيات، ده اتكلمت عنها وعن الشفرات التكنولوجية. وفي الآخر أنا عايز أقول اتبسطت معاكم، عايز أقول إن الصفر والواحد دي بركات التوحيد، وما بين الصفر والواحد ظهر الفاصل وظهر بعد كده النيتروسوفيك اللي عامل كل النتائج اللي فاتت. وقلنا في النهايه لا يوجد في النهايه، قلنا لا حقيقه مطلقه في الوجود الله سبحانه وتعالى. بحث علمي لا خطر، انا ممكن اودي بحث واحد السادة الزملاء كلهم نختلفوا، ولكن الراجل هو أنا في حاجة ليه؟ ممكن صح ولا لا؟ ما هو كل الأدوات بقى، ما هو اشتغلنا، ما هو مبسوط بقى كل المراحل من الأدوات اللي بتحفظها. الذكاء البشري الى المشين، ده الذكاء الايه؟
الصناعه او الارتفيشال انتليجنس. ففي النهايه استاذ الدكتور احمد كان يحاول ان يقترب، يحاول يوصل لكم فكره ان هناك تولز وهناك علوم زي علم الانتروزويك، زي علم الفاز لوجيك، هذه العلوم زي الاكسبيرمنت سيستم، كل العلوم دي ما هي الا ادوات الذكاء الاصطناعي. هو بالكونكلوجن الاستاذ الدكتور احمد عاوز يوصل لكم، طبعا العلوم كلها بتخدم البشريه. كل علوم بتخدم البشريه. فانا نيابه عن اماكن استقرار معهد المجزله، ونيابه اسمحوا لي نيابه عن حضراتكم طبعا ابناء الطلاب، ان انا اتقبل بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور بشكر الباشمهندس، بشكر الدكتور